السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غنشارك معكم هكا نهاري كيفاش كيدوز هكا في شهر رمضان المبارك من الصباح حتى العشيه. هذا غيكون روتين الامهات يعني او لربات البيوت، كيفاش كندير ملي نفيق الصباح حتى العشيه، اهم الاشياء اللي قمت بهم. وكذلك نشارك معكم واحد المائده افطار رمضانيه سهله وبسيطه في المتناول بافكار بسيطه اللي ممكن تعطيكم افكار هكا او لا. مهم المائده ديالكم رمضانية. إذا كان يهمكم فيديو بغيتو تقضيو معايا نهاري وتشوفوا الوصفات اللي حضرت شنو درت خلال اليوم، خليكم معايا وتبعوا الفيديو للآخر. اول حاجه البنات، انا برمضان اولا بلا رمضان حيتاش بنتي كتقرا الصباح بكري كنفيق ضروري باش كناخذها للمدرسه، يعني كننمشط لها شعرها، نلبس لها، راكو عارفين، نوجد لها كذلك الاكل ديالها اللي خاصها تديه معها للمدرسه. مهم ضروري ما نفيق، وانا من الناس اللي واخا نفيق مع السبعه ما كنرجعش ننعس، يعني هاد رمضان ما نقول لكمش كي راني دايره بالناس. فصافي هنا مهم كنت كنوجدها كنمشط لها شعرها وصافي. كيما شفتوا هنايا درت لها فطورها، يعني الصباح هي كتشرب غير كاس ديال الحليب، مره كندير لها فيه الشوكولات، مره ما كتبغيش. واي حاجه كانت عندي في الدار، هنا كان عندي هاد كرواسون، هذا كناخذو لهم دائما، هكا يكون عندي في الدار كيفطروا به الصباح باش هكا نتهنه. شي مرات كتاكل خبيز مع فريميجا او لا، مهم كل نهار وكيفاش. هنا كيما شفتوا وجدت لها الاكل ديالها، سباغيتي هكا بالجبن والدجاج، هذه مهم كنت حضرتها لها في الليل، و اليوم غير سخنتها لها ودرتها لها في هاد الترمو هذا. خدت التفاحة، هذاك اليوغرت، وكذلك البسكوي. مهم سناك كتاخد جوج ديال السناكات ديال الصباح وديال العشية، وكنوضع لها هكا. مهم انا عارفه بلي جميع الامهات بحالي بحال هكا، كل صباح ضروري ما يوجدوا لهم الماكله ديالتهم، قريعه الماء ديالتهم حتى هي. وصافي هنايا كنت في الطريق، مشيت باش نوصلها. هاد النهار كيما شفتوا الجو زوين، وهنا كنا في الطريق. مهم راكو عارفين الصباح واخا الصهد كندير لهم هكا دي فيست خفاف هكا باش يعني ما يبردوش. هنا البنات غنشارك معكم بعض الاشياء اللي وصلوني عاوتاني مؤخرا من موقع بانغود. مهم اربع ديال الاشياء ماشي بزاف غنشاركهم معكم. مهم هانتوما معايا. اول حاجه خديتها هو هاد الساكادو هذا ديال الوليدات الصغار، كيما شفتوا كيجي على هذا الشكل، هذا لا كاليتي ديالو زينه، وهنا مخدوم بواحد لا ماتيير جايه بومبي بحال شكل شي فاليز، وجاي هكا كبير يعني بحال هكا، يعني ممكن ياخذوه معهم حتى للمدرسه بالنسبه للوليدات الصغار او اللي يمشيو لا كريش. وفيه هنا مهم فين ديري قريعه الماء، وكذلك حتى من هذه الجهه هذه عنده هنا هاد الودينات، جاي الشكل ديالو كيوت كيما شفتوا، لا كاليتي رائعه كما شفتوا هنايا، عنده سنيسلا وكيتحل وكيجي كبير لداخل فريمون، يعني كيهز شحال من حاجه خصوصا الوليدات الصغار. دابا مع الصيف كيصلح حتى للسفر، يعني ياخذوا فيه حويجاتهم هكا في الطائره اولا فاش ما كانوا مسافرين. بالنسبه للذكور فيه في هذا اللون هذا، وبالنسبه للبنيسات عندهم في الغوز، فعجبني صراحه الكاليتي ديالو رائعه كما شفتوا، معرفش واش كيبان ليكم ولكن راه هنا بومبي وقاسح، سمعوا لا ماتيير باش نصايب، قاسح بزاف رائع الصراحه، عجبني انا بزاف. هذا غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. حتى هذا ساكادو البنات ديال البنيتات كما شفتوا في اللون الوردي، وراه حتى هو فيه عده الوان، كيجي كبير، لا كاليتي ديالو زينه، وانا سبق لي خديت لبنتي بحالو الا كنتو شفتوا العام اللي داز، وصدق لها زوين زوين بزاف، وجاي بحال هذا الشكل هذا، حتى هو فيه فين يديروا قريعه هنايا كبير لداخل، فريمون كيهز الكتوبه الكبار بزاف بحال هكا، وكله مغلف، يعني واخا تكون يعني الشتا وكلشي ما كيفزقوش الكتوبه لداخل كما شفتوا كله مغلف. هذا حتى هو غادي تلقاو الرابط ديالو لتحت في صندوق الوصف. كذلك خديت هذا الساك، هذا خديته للزوج ديالي كما شفتوا جاي في المارون وجلد، ولا كاليتي ديالو زوينه. هذا بالنسبه للخدمه، ياخذ فيه البيسي، ياخذ فيه الاوراق المهمه ديالو العمل كما شفتوا، راه خاص باللابتوب. ها هو كيجي بحال هكا فين ديروا اللابتوب، عنده واحد السمطه طويله باش يتعلق في الكتف اللي بغى يعلقو، والداخل كبير شوفوا قداش كبير، فيه كذلك واحد جوج جيوب صغار وكيتسد بحال هكا،
وكذلك فيه جيب اخر هنا وجيب ثالث هنايا كما شفتوا. وراه عنده كما قلت لكم هذه السميطه اللي تلصق فيه باش ديروا هكا بشكل طولي، وراه فيه عده الوان، انا اختاريت له هذا اللون هذا الماغون وصافي. المهم هذا حتى هو الى عجبكم غادي تلقاو الرابط ديالو تحت في صندوق الوصف. وبالنسبه لهذا الموقع فراه عندهم عده اشياء زوينه اللي ممكن تقلبوا عليها بحال ديكوراسيون ديال الدار، بزاف ديال الحوايج اللي زوينين وبثمن جدا مناسب. كذلك خديت هذا، هذا صراحه في التصويره كان كيبان زوين بزاف ولكن فاش وصلني عادي جدا. المهم انا صراحه ما ننصحكمش به زعما كاع تاخذوه بهذا الموقع. هذا ساك خاص بالسهرات ولكن لا كاليتي عاديه زعما تقدروا تلقاوه في اي بلاصه، ماشي ضروري زعما تاخذوه من هذا الموقع. عنده سنيسله بحال هكا داخل جاي بحال هكا، ثمنه كان رخيص رخيص فريمون، واش شي 5 دولارات ولا مبقيتش عاقله. المهم رخيص بزاف، كيجي عنده سميطه بحال هكا كيتهز كما شفتوا بحال هكا فلارجونتي، ويجي هكا في السهرات وصافي. المهم هادشي اللي كنت باغا نشارك معكم اللي وصلوني اليوم، وقلت غادي نشاركهم معكم هكا دغيا في الفيديو ندوزهم. ودابا كانوا عندي الكسوة، كنت نهار قبل درتها في الماشينة ويعني صبنتها ونشفتها وما طويتهمش، ودابا بغيت نبدا بهم هما الاولى. يعني من بعد اكيد ما رتبت يعني غرفة النوم، غرف النوم كاملين ديال بنتي ديال ولدي، المهم كلهم هادو كيتبعونا الصباح. اما بالنسبة للبيت البنات اغلب يعني الايام كنكون مثلا لتحت الصالون، يعني كنجمعو في الليل قبل ما ننعس كنجمع كلشي، كنشطب مثلا الا كان ما يتشطب، كذلك الكوزينه ما عند كنكون كلشي جمعتهم. يعني ما كيكونش عندي الصراحه في النهار يعني بزاف الحوايج ما يدارو، كما قلت لكم كل نهار ونهارو وصافي. هذا النهار ما سيقت ما درت حتى شي حاجه، فقط طويت هاد الاشياء هادو. المهم من بعد ما داز مده يعني هنا تقريبا كانت الوحده ديال النهار، درت لولدي الغداء ديالو، درت له هكا غير سباغيتي مع كفيته ولا صوص دغيا دغيا. المهم درت له غداته تغدى وراكو عارفين ضروري من الروينه مع الوليدات. دابا غادي ندوز نحضر التحليه، هي اللي كنبدا بها الصراحه الاولى باش هكا كتبرد وتجمد. المهم كنبدا بها هي الاولى. غادي نحتاجو هاد البسكوي، هذا انا عندي هاد البسكوي شويه مسوس، اي بسكوي عادي بحال هكا، نص يوترو ديال الحليب. عندي هاد الباكيه ديال الفلون هاد الباكيه ديال الفلون ديال الفاني، وعندي جوج حبات ديال الموز. هاد التحليه كتجي رائعه البنات، يعني بهاد المعنى روعه روعه، نتمنى انكم تجربوها. فكما شفتوا دابا في كاسرونه غادي نوضع الحليب، نص يوترو ديال الحليب، وغادي ندير فيها هاد الفلون. ودائما يعني الحليب تبعوا في الباكيه ديال الفلون شحال يقولوا لكم يعني الكميه اللي خصكم ديروها فيه. يعني انا في هذيك الباكيه كاتبين نصف لتر، فدرتو كنبقى نحرك فيه هكا حتى كيفيض. مهم بحال اي فلون عادي. من بعد كنطفي عليه البوطه، كنجيب واحد الخلاط كهربائي وكنبدا هكا نفتت في هذا البسكوي هذا بهذا الشكل هذا. يعني غير كميه قليله ديال البسكوي كما شفتوا اللي درت، يعني ماشي بزاف، يعني ديروا غير بعض الحبات. ومن بعد ضفت جوج حبات ديال الموز. وهذاك البسكوي دائما اللي تاخدوه حاولوا انه ما يكونش حلو بزاف، يعني الا كان حلو بزاف ديروا غير حبه ديال الموز وحده باش هكا ما تجيكمش هاد التحليه حلوه بزاف. كما شفتوا غادي نضيف داك الخليط ديال الفلون اللي درتو ذوبتو مع الحليب، وغادي نطحن كلشي كلشي خصني نطحنو مع بعضياته حتى ما يبقاوش يعني دوك الحبيبات ديال البسكوي اولا ديال الموز. من بعد البنات صافي غنجيب كؤوس وغادي نوضع التحليه ديالتي عادي كما شفتوا، راه كتجي عاقده وزوينه. غادي نخليها حتى تدفى شي شويه وندخلها للثلاجه تبرد. مهم هي اللي دائما كنبدا بها هي الاولى،
هي هادي من بعد جوج سوايع تجمدت وشدت راسها كيما شفتو بحال هكا، وتزينوها باش ما بغيتو. ممكن تزينوها بالموز بالكراميل فوق اللي بغيتو. انا غندير فوق منها غير هكا شويه ديال القطع ديال البسكوي وشويه ديال المكسرات. مهم زينوها باش ما بغيتو. ممكن تقطعوا فوق منها غير مرصويات ديال الموز، وها هي عندكم تحليه جاهزه كتجي رائعه وكتجي تعطي واحد المذاق مميز لهذاك الفلون اللي درتو. هنايا كيما شفتوا غادي نحضر شوربه العدس اللي كتجي لذيذه. عندي حبه ديال البطاطس، حبه ديال الطماطم مقطعه الى مربعات، حبه ديال الجزر مقطعه هكا الى دوائر، حبه بصل مقطعه الى مربعات. عندي جوج فصوص ديال الثومه، عندي شويه ديال الملحه، شويه ديال الثوم بودره، شويه ديال الفلفل الاسود اللي حتى هو خصكم تضيفوه، انا غير هنا نسيتو غادي نضيفه من بعد، وشويه ديال الفلفل الاحمر، واحد نصف مكعب ديال مرق الدجاج، يعني مكعب ديال ضامات البنة ديال الدجاج، وواحد الكوب ديال العدس هذا اللي كيكون في اللون البرتقالي. المهم هذا العدس راكو عارفينه العدس التركي. وصافي كما شفتوا في طنجرة غادي نوضع زيت الزيتون، تقريبا واحد 3 المعلقة ديال زيت الزيتون. غادي نشحر فيها مزيان هذا البصل والثومة كذلك. ومن بعد ما تشحرت البصله غادي نضيف كل من الطماطم الجزر والبطاطس، غادي حتى هما نخليهم يتشحروا مزيان. من بعد غادي نضيف ضامه البنه اللي عندي وكذلك التوابل، وما تنساوش الفلفل الاسود حتى هو، انا ضفته حتى الاخر الصراحه حيت نسيته وما عرفت مالي هذا النهار. وكما شفتوا هنايا ضفت كاس، يعني كاس هذاك صغير ديال الشاي تضيفوه ديال هذا العدس هذا. ومن بعد غنضيف ملعقه ديال صلصه الطماطم اللي نسيتها ما قلتها لكمش، مركز الطماطم ملعقه. غنخلط الكل جيدا وغادي نضيف الماء الساخن. صافي غادي نتركها على النار لمده نصف ساعه دغيا كطيب، ومن بعد غادي ناخذها ونطحنها في الخلاط الكهربائي. كتجي صراحه رائعه هاد السوبه، هادي صحيه ولذيذه بزاف، نتمنى انكم تجربوها وضيفوا لها ديك طامات البنه حيتاش كتعطيها واحد اللذه مميزه وزوينه، المهم تعطيها واحد لوغو احسن ما الى ما درتوهاش. صافي دابا غنحضر هكا واحد المملحه خفيفه. هنا خديت واحد جوج حبات ديال البطاطس قطعتهم الى مربعات كما شفتوا بحال هكا، وغادي نضيف لهم شويه ديال الملحه شويه ديال الفلفل الاسود. مهم هذه ضروري انكم تقليوها في هذه المقبله هذه، انا غادي نقليها في هذه المقلات. مهم اللي كنستعمل فيها غير ملعقه ديال الزيت باش تكون صحيه اكثر. كما شفتوا كندير غير ملعقه ديال الزيت، صراحه نفعتني بزاف هذه في هذا رمضان، كنستعملها بزاف خصوصا لولادي في الفريت كديرها رائعه. كما شفتوا هنايا من بعد ما تقلات كيجي هذا الشكل ديالها. هنا عندي شويه ديال الكفته، كفته ديال اللحم اللي مهم صوتيتها هكا غير شويه ديال الزويته مع شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود. وعندي هنايا شويه ديال الجبن المبشور، خليط بين جبن الموتزاريلا وجبن شيدر، وكذلك نسيت لكم واحد جوج حبات ديال البيض اللي غتضربوهم مزيان، نسيتهم صراحه كما قلت لكم هذا النهار كنت مرونه في التصوير ما عرفت مالي. فغادي نحتاجو الورقه ديال البسطيله كما شفتوا، وشويه ديال الزبده، وهاد ليمول ديال الكاب كيك. غادي ناخذ الورقه ندير بها هكا شرائط بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي ندهنهم مزيان بالزبده. وانا هاد الورقه هادي اللي طويله صراحه ما عجبتنيش بزاف كما هذيك الكاري اللي كنشريها، مهم ما عجبتنيش بزاف، ما كتحمرش مزيان في الفران، خصك ضروري تقليها الا بغيتي تحمر لك. مهم غنبقى نشري دائما ديك المربعه الطويله، مهم كما قلت لكم ما عجبتنيش. وصافي كما شفتوا خالفت الورقه هكا، درت شريط فوق من شريط وهما مخالفين باش نوضعهم بهذا الشكل هذا باش نحصل على قوالب بهذه الورقه هذه.
من بعد كيما شفتو جبت هذيك البطاطس اللي عندي وضعتها، وغادي نوضع الكفته والبيضه البنات، جوج حبات ديال البيض اللي غضربوهم وغادي تضيفوهم يعني الفوق. فانا هنا غير ما بالكمش في الفيديو حيتاش تحبست لي الكاميرا وما بالكمش، يعني خويتهم الفوق عاد وزدت الجبن باش هكا يعني الداخل داك الخليط ما يجيكمش ناشف، يكون فيه ضروري البيض، ودخلوهم الفران على درجه حراره 170 درجه، تخليوهم حتى يطيبوا ويتحمروا. كما قلت لكم انا هاد الورقه ما تحمرتش مزيان حيت ما عجبتنيش، مهم الجوده ديالها، ولكن الا كانت عندكم ورقه البسطيله زوينه غيجيوكم محمرين وزوينين. صافي هكا زينتهم بشويه ديال المعدنوس الفوق وصافي، هذه هي المملحه البسيطه السهله كتحضر في دقائق. دابا غادي ندير بروشيت ديال الدجاج. بالنسبه للتتبيله غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال ثوم بودره، القليل كذلك من الكمون، شويه ديال التحميره، وكذلك عندي هنايا شويه ديال الزعتر، ممكن ديروا اعشاب منسمه، وشويه ديال المعدنوس مقطع طري. غادي نضيف شويه ديال لاموتارد اولا الخردل، تقريبا واحد الملعقه صغيره مملوءه، وزيت الزيتون، وصافي هذه التتبيله اللي غنديرها اليوم. انا سبق لي شاركت معكم عده تتبيلات في الدجاج، يعني هكا هاد لي بروشيت، غادي نحاول نترك لكم الرابط اسفل الفيديو بالنسبه اللي ما شافتوش وبغات تتبيلات مختلفه، غنترك لكم فيديوهات لتحت في صندوق الوصف. صافي تبلتو، من بعد غطيتو بالبلاستيك الغذائي وغادي نخليه يتشرب شويه الشرموله، الا كان عندكم الوقت وضعوه في الثلاجه وخليه يعني حتى الاخر، فانا وضعته يعني يتشرب ومشيت. دابا غير في المونتاج كنلصق ليكم راكو عارفين، فوضعته يتشرب يعني الشرموله، ومن بعد يعني داز شي ساعه ولا ساعتين عاد جيت بقيت كنوجدو بحال هكا. درتو هكا في هاد العويدات هادو الخاصين بالشاي مع هادوك الحبات ديال الطماطم الصغيره، ممكن ديروا الفلافل في الالوان اولا البصل، مهم اللي كيعجبكم. صافي من بعد هادو هما لي بروشيت اللي عندي. صافي من بعد وضعت القليل من الزيت في هاد الشوايه هادي وغادي نوضعهم يتشواو. صراحه هاد الشوايه كتنفع بزاف قولي لي راكي عاودتيها لنا مع شحال من مره، صراحه عجباتني يعني نفعتني بزاف بزاف. هاد رمضان مبقيتش كنشعل بزاف الفران، يعني غير الا درت مثلا شي مملحه اولا شي حاجه، مهم بصح الشاي كنبغيو حنا كما شفتوا حتى كنبغيو نقدموا الطاوله، عاد كتبغي تشوي شي حاجه هكا دغيا، فهادي سريعه يعني دغيا كتشوي بحال راكو ديروا فوق من الفاخر. مهم انا غنستمر بشي هاد الدجاج هذا، ومن بعد كما شفتوا هنايا عندي الفول، الفول مفور كما شفتوا، انا خديته نقيته قطعته ودرته يطيب على البخار يعني تقريبا واحد نصف ساعه، ما شاركتش معكم صراحه كلشي. من بعد ما طابلي كنت دايراته في هاد الزلافه، غادي نديرو في مقلاه ونضيف عليه زيت الزيتون، وضفت له شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود، وكذلك شويه ديال الثوم بودره اولا الثوم طريه، الا كانت عندكم الثوم طريه ديروا واحد الراس، ما تكتروش غير راس ديال الثوم طريه، وديروا شويه ديال الكمون وشويه ديال المعدنوس، وطيبوه في المقله هكا بقاو تمشيو وتجيبوه فيه حتى كيتشرب مزيان هذيك التتبيله اللي درتو ديك زيت الزيتون، وكتقدموه بحال مقبله سخونه هكا في المائده ديالتكم. كيجي رائع صراحه، لذيذ لذيذ بزاف. انا مهم شخصيا كيعجبني. هنا كان الزوج ديالي جا من الخدمه، وكنا هاد الورود شراهم يعني نهار قبل، وقلنا غادي نغرسوهم حيتاش كنا شحال هادي شرينا بحالهم ودرناهم في ديبو عندنا برا على الدار بحال هادو، وغادي دابا نشارك معكم الغرس. المهم البنات بالنسبه لذاك الورد اللي وريت لكم قبيله غادي نغرسوه هنايا في هاد البول كبير، ومهم غنشارك معكم الطريقه بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش، ولكن في الاول غادي نحاولوا نقيوه حيت فيه شويه ديال الحجار وهداك الاوراق الاوراق اليابسه. غادي نلبس الليكات وغادي مهم نتعاون انا وراجلي حيتاش انا اول مره الصراحه غادي نغرس، يمكن ملفاش زعما كنغرس هكا الورد وكلشي. المهم هانتوما معايا.
هادو البنات كيكونوا دايرين معاهم هنا بعض المعلومات وشحال خصهم الماء وكل شيء. قالك مهم دايرين هنا انه هذه خاصها تكون في بلاصه مشمشه وتكون التربه ديالها يعني شيشه. I will give you gloves. Wait, I finish. I give you gloves. Mommy, that's my gloves. Sweeney. Okay. Yes, Daddy. That's too heavy. It's not just yeah. Careful, Daddy. Do the tea or هما البنات دابا مهم كملنا الغرس تقلنا حتى الغدا عاد غادي نقيو هاد الدنيا كامله. شوفوا كلها راها مرونه دابا. ولادي خرجوا كاع هاد الشيء كان في هذيك البيته لهيها خرجوه كيلعبوا به. مهم حتى الغدا نقيو هاد الشيء. ودابا البنات في العشيه غادي ندوش وغادي نلبس هاد العباءه هادي باش هكا شويه ندير دوك الاجواء الرمضانيه واخا في الغربه نحاولوا نلبسوا شويه التقليدي. بالنسبه لهاد العباءه فكانوا بزاف اللي كيسولوني عليها واخا كنقيل نجاوب على التعاليق حيت كنت في بزاف ديال الفيديوهات لبسها وكانوا يسولوني عليها. هادي كتجي فراشه بحال هكا لتحت ديالها غير نصكم بحال هكا والفوق ديالها ترونسبارون. هادي كنت خديتها البنات بديامونتين ها نتوما تشوفوا. هذه تقريبا شي 4 سنين وهي عندي تصوروا يعني ملي تزاد ولدي. وخديتها يمكن ب 500 درهم او 400 درهم مابقيتش عاقله وقيل 400 درهم يمكن كانت صوردي. وصراحه صبنتها وعاود صبنتها وما نقول لكم صراحه حويجاتهم زوينين ديامونتين. انا كيعجبوني ومقلقه باش نمشي للمغرب وناخذ من عندهم بحال هاد الفراشات حيت فريمون كيعجبوني. وعندي حتى الجلالب ديالهم كنت خديت عليهم حتى الجلالب حتى هما زوينين. وكذلك عندي هذه اللي في لو نوار البنات تقريبا كتشبه لها. وهذه البنات خديتها دابا باش 6 سنين اولا 7 سنين يعني قديمه على هذه. كنت خديت هذه في واحد العيد وبقات عندي ودابا صافي خليتهم غير للدار حيت ما صراحه يعني ما عنديش شي مناسبه فين نلبسهم اولا شي حاجه فكنلبسهم هكا خفاف وبادين هكا في الدار. وخصوصا دابا في شهر رمضان الكريم فكتلقاوني نلبسهم بزاف. ومن بعد كيما شفتو البنات وجدت الطاوله ديالتي البسيطه ديال الافطار. نتمنى ان هاد الاقتراحات اللي نكون عطيتكم اليوم تكون نالت اعجابكم. كيما شفتو طاوله بسيطه في المتناول. بالنسبه للعصير البنات درت غير برتقال عصرته وصافي يعني ما درتش يعني شي عصير سبيسيال باش نشاركو معاكم. صافي هذاك الفول نتمنى انكم تجربوه كيجي رائع. كذلك الشوربه وكذلك هذيك المقبله اللي درتها والتحليه اكيد. صافي هكا قدمت الطاوله ديالتي الرمضانيه. نحاول ما امكن نشارك معكم هكا طاولات حيت عارفه بزاف اللي كيتلف في وجبه الافطار. يعني كنبغيو ننوعوا ما كنبغوش كل نهار تكون الطبله. وبالنسبه لي انا شخصيا فنهار مثلا كندير طبله وكنديرها متنوعه ونهار نقدر ما ندير حتى شي حاجه يعني غير نجبد داكشي ونسخن. فهذه هي انا طريقتي الصراحه في رمضان. نهار كنوقف في الكوزينه ونضرب تماره وندير هكا شهيوات متنوعه.
وشي نهارات ما كنديرش نهائيا، يعني كنسخن داكشي وصافي باش هكا نتفاداو الضياعه، خصوصا ان هنا حنا ما عندناش لما تعطي، يعني ما كاينش لما تصدقي او لما مثلا تعطي الماكله الا درتي بالكثره. فبعد ما سالينا الفطور ضروري ما نديرو هكا شي كويس ديال اتاي او لا قهوه، مهم ضروري ما نشربو هكا شي حاجه. وكنحط هكا تحليات هكا في التبصيل، كنشربو كاس ديال الشاي، هنا درت الشاي بالنعناع وكنجلسوا تقريبا واحد نصف ساعه نرتاحوا، ديك الماكله كلها تنزل اللي كليناها. وهنا من كنا نشربوا اتاي كنت كنتفرج يعني في المسلسل ديالي اللي متبعاته في هذا رمضان، اللي هو هذا مسلسل ايوب. صراحه القصه رائعه وزوينه، يعني القصه هي كتهضر على واحد الشاب اللي نزلوا عليه كل شيء المشاكل ديال الدنيا مسكين، وهو دابا في الحبس. مهم قصه زوينه كيديروها في قناه الحياه. مهم شكون اللي فيكم تبع هذا المسلسل هذا تخلي لي في التعليق، كذلك قولوا لي شنو متبعين هذا رمضان. انا الصراحه ما متبعاش من غير هذا هو اللي كنتفرج له، وكبروا الحبيب في الدوزام. صافي هذا الشيء اللي كنتفرج حاليا. من بعد البنات ما شربت اتاي ديالي وكلشي، مشيت بدلت هذيك القندوره حيت ما كنبغيش نغسل بها الماء عنون دم، راكو عارفين. مشيت لبست غير بيجاما ديالي وغسلت معناتي، راكو عارفين الكوزينه، درتهم غير في الغساله الصراحه ما غسلتهمش. كنصلي يعني صلاه العشاء وشويه بعد الركعات ديال التراويح، والله يتقبل منا ومنكم صيامكم وقيامكم يا رب امين. وما تنسونيش بلي لايك ديالكم، وكذلك اشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو باش هكا تشجعوني نزيد نواصل معكم وندير بزاف ديال الفيديوهات من هذا النوع هذا، كذلك موائد ولما لا فيديوهات اخرى. نقول لكم مع السلامه، نهاركم مبروك والى الفيديو القادم ان شاء الله.